مجلس النواب يواصل اليوم جلساته للتصويت على 30 قرار بقانون صدرت في غياب البرلمان. الرئيس الصيني يغادر بكين في مستهل جولة بالشرق الأوسط، يزور خلالها مصر والسعودية وإيران. سمير جعجع يعلن ترشيح ميشيل عون للانتخابات الرئاسية في لبنان. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من قناة النيل. أهلا بكم. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. يستكمل اليوم مجلس النواب جلساته والتي يتم خلالها مناقشة والتصويت على 30 قرارا بقانون صدرت في غياب البرلمان. وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال أعلن خلال الجلسة المسائية أمس عن انتهاء المجلس من إقرار 248 قرار بقانون صدرت في غياب البرلمان. وافق المجلس أيضا على 19 قرارا بقانون في مجالي الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي أصدرها رئيس الجمهورية قبل انتخاب البرلمان. مع استمرار عقد الجلسات الخاصة بمناقشة القوانين التي صدرت أثناء غياب البرلمان تنفيذا للوائح الدستور التي تنص على ضرورة مناقشة هذه القوانين خلال 15 يوما من بدء عمل مجلس النواب، وافق المجلس على عدد من القرارات بقوانين منها ما يخص الجامعات وحماية الملكية الفكرية. أنا بدعو أن المجلس بعد كده أن كل هذه القوانين إذا كنا وافقنا عليها أو مررناها بسبب الظروف اللي احنا فيها، سواء في الظروف الامنيه او الظروف الاقتصاديه او الظروف الاستثنائيه نتيجه الارهاب، الظروف الارهابيه والهجمات الارهابيه المدمره، كل الكلام ده خلانا نوافق على قوانين واحنا مضطرين. ليه؟ عشان ما بنقول بنوافق من حيث المبدا ليس معنى ذلك انها موافقه نهائيه، ولكن من حق النائب، من حق اي عضو في مجلس النواب بعد قضاء مدة ال 15 يوم اللي حددتها المادة 156 من الدستور أن يتقدم بمشروع تعديل للقوانين اللي تم الموافقة عليها من حيث المبدأ، ويتم التعديل ومناقشتها مرة أخرى في اللجان النوعية المختصة، وتعرض على اللجنة العامة لإبداء الآراء جميع النواب. القانون الذي أخذ النصيب الأكبر من المناقشة أثناء الجلسة هو قانون بشأن زراعة وتجارة القطن، والذي تم رفضه من قبل المجلس. زراعة القطن أصبحت فيه منافسة عالمية عليها، والكلام ده احنا خدنا فيه شوط طويل قبل كده، لكن لازم يبقى معروف ان زراعة القطن في الصين بتزرع بطريقة حديثة للغاية. عشان احنا بنصدر القطن ده كان زمان ما كانتش فيه زراعة بره، لكن احنا مفروض ننتقي السلالات المتميزة اللي نقدر ننافس بيها على ده عالميا عشان نقدر نخش سوق تصدير القطن. لكن لو فضلنا على السلالات القديمة اللي احنا شغالين عليها بقالنا 30 سنة و 40 سنة عمرنا ما هنقدر نصدر انطار قطن واحد. هيخصص جلسة او جزء من جلسة لمناقشة مشاكل زراعة القطن، لمناقشة الدعم اللي الدولة بتدفعه للقطن، لمناقشة رعاية الفلاح اللي بيزرع قطن. وانا يعني لولا ان باب المناقشه كان اغلق كنت هطلب الكلمه واقول والقمح ايضا. اما عن قانون الخدمه المدنيه فما زال هو الاكثر جدلا بين النواب رغم عدم البدء في مناقشته حتى الان. قانون الساعه هو قانون الخدمه المدنيه، وعرض على اللجنه وتم مناقشه هذا القانون امام الساده النواب المحترمين الاعضاء، وكل منا كان بيناقش القوانين المعروضة بند بند، وبالأخص القانون 18 الخاص بالخدمة المدنية. احنا مع الإصلاح الإداري وليس ضد الإصلاح الإداري، نحن مع الدولة من أجل مصلحة البلد. الجلسات الخاصة بمناقشة القوانين تستمر مع تأكيد النواب على ضرورة الدقة والسرعة في إنجاز اتخاذ قرارات تجاهها. مع مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت في الفترة السابقة تترقب كل فئة القانون الذي يؤثر فيها، ففي هذه الجلسة اتجه وسط النواب تجاه قطاع عريض من الشعب ألا وهم الفلاحون. من مقر مجلس النواب عمرو عبد العزيز، النيل. غادر اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بكين في جولة يزور خلالها مصر والسعودية وإيران.
من المقرر أن يزور الرئيس الصيني مدينة الأقصر غدا الأربعاء للمشاركة في افتتاح فعاليات العام الثقافي الصيني المصري، والذي تنطلق فعالياته داخل المعبد احتفالا بذكرى مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الصينية. وكان نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ كشف خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية أمس عن بعض ملامح جولة الرئيس الصيني، حيث ستركز على قضايا التنمية والسلام في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد وزير الإعلام الصيني جيانغ جيان على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني. وفي تصريحات له شدد المسؤول الصيني على أن هذه الزيارة ستشهد تعزيزا للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. بشأن اتفاقات التعاون فيما بين الصين والدول العربية، هناك سوف يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات مع قادة الدول الثلاث المذكورة، وسوف نعلن بشكل رسمي هذه المعاهدات أو الاتفاقيات، وأتوقع أن هذه الاتفاقيات سوف تكون إيجابية لصالح الجانبي الصيني والعربي. هذا وتشهد العلاقات المصرية الصينية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. ويرى الخبراء أن الصين تسعى للاستفادة من السوق المصرية الضخمة التي تضم نحو 90 مليون نسمة، في حين تسعى مصر إلى إقامة شراكة استراتيجية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. في زيارة هي الأولى لرئيس صيني منذ 12 عاما، تستعد مصر لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تسعى الصين إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر، ومن بينها السوق الضخمة التي تضم حوالي 90 مليون مستهلك، في حين تسعى مصر إلى إقامة شراكة استراتيجية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مهمة جدا لدراسة المواقف سواء في القضايا الإقليمية أو القضايا الدولية الهامة، خصوصا أن الصين من أكبر الدول حاليا في تأثيرا في الاقتصاد الدولي وأيضا في الملفات الدولية المهمة والبلغة الحساسية في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، خاصة الملف السوري والملف الليبي وغيرها من الملفات ذات الحساسية بالنسبة لمصر. أيضا الصين مستثمر مهم جدا وقادم بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط. ورى الخبراء أن زيارة الرئيس الصيني تعكس الأهمية الكبرى التي توليها بكين لعلاقاتها مع مصر، باعتبارها أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات مع الصين في عام 1956. على المستوى السياسي العلاقات أكثر من رائعة، لكن على المستوى الاقتصادي الزيارة يعني المفترض أن الصين تعرض فيها على مصر مشروعات تقيمها في مصر، مصانع تقام في مصر، انتاجها هيبقى للتصدير. محتاجين نستفيد من هذه العقلية ان احنا ايضا نستفيد من تكنولوجيتهم وخبراتهم وصناعتهم انها تتعامل هنا، ومش هيبقى فيه حساسيات سياسية او توازنات سياسية كما تفعل بعض الدول. وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نموا ملحوظا في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2014 نحو 11 مليار دولار، بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول لمصر في عام 2012. أشرف إبراهيم، النيل. انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الإعلام الصيني العربي بالقاهرة، بالعاد جينغ جان وزير الإعلام الصيني والسفير الصيني بالقاهرة سونغ إي كو، فضلا عن مجموعة كبيرة من رؤساء وكالات الأنباء والهيئات الصحفية والإعلامية العربية والصينية. وشدد جميع المشاركين في المؤتمر على ضرورة التعاون الوثيق بين وسائل الإعلام العربية والصينية، في حين قال السفير الصيني بالقاهرة إن مصر كانت أول دولة ترسل وفدا إعلاميا للصين في عام 1955، وأكد أن التعاون الإعلامي بين البلدين استمر خلال القرن الحادي والعشرين. يذكر أن الصين حرصت على تنظيم المؤتمر استباقا لزيارة الرئيس الصيني لمصر. يبدأ اليوم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية زيارة إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس، والذي تنطلق فعالياته غدا الأربعاء
بشرقي سويسرا. زيارة المفتي تأتي بدعوة رسمية من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور أكثر من 150 من رؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات حول العالم. وتعد مشاركة المفتي بمنتدى ديفوس الأولى لقيادة دينية، حيث سيعقد لقاءات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام للأمم المتحدة بجنيف ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وكبير أساقفة كانتربري وعدد آخر من كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر لعرض صورة الإسلام الصحيح. يلقى اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر محاضرة بالمسجد الكبير بالكويت خلال احتفالية تقومها وزارة الأوقاف الكويتية. وسيعرض الطيب خلال المحاضرة طبيعة المنهج الأزهري في التربية والتعليم وتكوين نفسية وعقلية الطلاب. كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قلد الطيب وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده الكبيرة المبذولة والمميزة في المجال الديني والخدمات الجليلة التي قدمها. تأتي الاحتفالية بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح. أعلن سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية تبني ترشح ميشيل عون حليف حزب الله لمنصب رئيس الجمهورية في خطوة مفاجئة قد تحرك ملف هذه الانتخابات العالق منذ 18 شهرا. ودعا جعجع في مؤتمر صحفي بمشاركة عون وقوى 14 من أدار إلى تأييد ترشيح عون لرئاسة الجمهورية. في خطوة مفاجئة قد تحرك ملف الانتخابات اللبنانية المتعثر منذ 18 شهرا، أعلن سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية المنضوي في قوى 14 من أدار تبني ترشيح ميشيل عون حليف حزب الله لمنصب رئيس الجمهورية. وأعلن سمير جعجع أحد أركان قوى 14 من أدار خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور عون في مقره في بلدة معراب شمال شرق بيروت، أعلن تبني القوات اللبنانية لهذا الترشيح. أعلنوا وبعد طول دراسة وتفكير ومناقشات ومداولات في الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، تبني القوات اللبنانية لترشيح العماد ميشيل عون تبني القوات اللبنانية لترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. وبرر جعجع موقف حزبه مؤكدا أنه كان ومنذ اللحظة الأولى من الحريصين على إتمام الاستحقاق الدستوري في مواعيده، حيث شارك في حضور جلسات الانتخابات كافة، ورغم ذلك لم تنجح هذه العمليات في إنهاء حالة الفراغ القائمة والمستمرة. ودعا جعجع القوى الحليفة في 14 من أدار الذي يتزعمه سعد الحريري إلى تأييد ترشيح عون. يذكر أن البرلمان اللبناني عقد 34 جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان في 25 من مايو عام 2014، ولم يتمكن من توفير النصاب القانوني. وينقسم البرلمان بين قوتين كبيرتين، قوى 14 من أدار وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى 8 من أدار وأبرز مكوناتها حزب الله. كانت قوى 14 من أدار قد أعلنت بعد انتهاء ولاية سليمان دعمها لترشيح جعجع، في حين رشحت قوى 8 من أدار ميشيل عون. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلة النيل منال إبراهيم. منال، يعني هل صدرت أي ردود فعل أو تصريحات من قوى 14 من أذار حول ترشح ميشيل عون لمنصب رئاسة الجمهورية؟ يعني بطبيعة الحال أبرز المواقف ستكون هي لكتلة المستقبل والتي يعني هي تابعة للرئيس سعد الحريري. كتلة المستقبل ستجتمع اليوم كعادتها من كل يوم ثلاثاء، سيكون لها اجتماع، وبطبيعة الحال سيكون ترشيح جعجع لعون هو أبرز ما يعني ستتناوله هذه الكتلة، ونحن بانتظار ما سيصدر عنها مساء. يعني هل تفاجأت قوى 14 من أذار
حتى هذه اللحظة بترشيح عون المنصب؟ نعم، هناك يعني هناك تحليلات حتى الآن حول هذا الترشيح، ولكن بطبيعة الحال قوى الرابع عشر من آذار ولا سيما تيار المستقبل هم من أكثر يعني المعارضين لترشيح عون، وهناك بعض المحللين الذين يرجحون يعني نوعا من الانقسام، ولكن يعني طبعا لن يكون هناك انقسام بمعنى الانقسام في قوى الرابع عشر من آذار، ولكن إن كنا نستطيع القول بأن الطريق إلى رئاسة الجمهورية ليست بعد معبدة بالكامل أمام ميشيل عون، ولو مع ترشيح جعجع لعون، لأن الكتلة الأكبر في البرلمان اللبناني وهي تيار المستقبل ليست موافقة على هذا الترشيح طبعا، رغم يعني دعم حزب الله لعون ورغم دعم يعني باقي الكتل النيابية لعون، ولكن الكتلة الأكبر هي لتيار المستقبل في المجلس النيابي، فضلا عن أن هناك النائب وليد جنبلاط وحتى المرشح الآخر مرشح تيار المستقبل سليمان فرنجي، والذي ما زال تيار المستقبل يتمسك بترشيحه لرئاسة الجمهورية. كل هذه عقبات تقف أمام وصول النائب ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية، ولكن هناك بعض يعني المراقبين الذين يرون بأن هذه الحركة من سمير جعجع لربما ستحرك أكثر هذا الملف بعدما حركه ترشيح تيار المستقبل لسليمان فرنجي، وسيكون هناك بالطبع اتصالات اليوم يعني في هذه الأيام بعدما أعطى سليمان فرنجي مهلة تقريبا أسبوعين أو أكثر، يعني في حال لم تتوصل جميع الكتل إلى التوافق على النائب ميشيل عون كرئيس للجمهورية لانتخابه رئيسا للجمهورية سوف يمضي هو بترشيحه، أما في حال كان هناك توافق على ترشيح ميشيل عون من كل الكتل وليس فقط بطبيعة الحال من حزب الله أو من القوات اللبنانية بزعامة جعجع، سوف يعلن عن ترشيحه الرسمي وسوف يمضي بترشيحه، أما في حال كان هناك توافق فهو أيضا سوف يعني يدعم ميشيل عون للوصول إلى رئاسة الجمهورية. بطبيعة الحال يعني كل ذلك يبقى رهينة موقف تيار المستقبل اليوم ومواقف باقي الكتل، وأيضا كيركي ويعني صرح البطريركي في لبنان والذي هو يمثل المسيحيين في لبنان من هذا الترشيح وما ستحمله الأيام المقبلة من معطيات. نعم، مراسلة النيل من بيروت منال إبراهيم، أشكرك جزيل الشكر. أعلنت الأمم المتحدة أنها لن توجه دعوات لحضور مباحثات السلام السورية المقررة في 25 من شهر يناير الجاري حتى تتفق القوى الكبرى على ممثلي فصائل المقرر حضورهم. وتدعو العملية لعقد مباحثات سلام سورية بهدف تشكيل حكومة انتقالية وصولا لإجراء الانتخابات. قالت الأمم المتحدة إنها لن توجه دعوات لحضور مباحثات سلام بين الحكومة السورية ومعارضيها المقرر البدء في 25 من يناير الجاري لحين اتفاق القوى الكبرى التي ترعى عملية السلام على ممثلي الفصائل المقرر حضورهم. في هذه المرحلة حين تصل الدول التي تقود عملية المجموعة الدولية لدعم سوريا لتفهم لتحديد من توجه لهم دعوات من المعارضة ستواصل الأمم المتحدة توجيه دعوات. وتشمل قائمة الدول التي تقود هذه المبادرة الدبلوماسية الولايات المتحدة وروسيا ودولا أوروبية أخرى وقوى من الشرق الأوسط بينها السعودية وإيران. ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الأرجح على ما يبدو هو تأجيل المحادثات التي تتوسط فيها المنظمة الدولية. وقالت مصادر دبلوماسية إن هذا يتفق أيضا على ما يبدو مع رسالة مبطنة من ستيفن دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لمجلس الأمن.
والمباحثات المخطط عقدها في جنيف في 25 يناير هي جزء من عملية سلام تبناها مجلس الأمن الشهر الماضي في مشهد نادر لاتفاق القوى الدولية بشأن سوريا التي تدور فيها حرب منذ 5 سنوات حصدت أرواح 250,000 شخص. وتدعو العملية إلى عقد مباحثات سلام سورية بهدف تشكيل حكومة انتقالية وصولا لإجراء انتخابات، لكن عملية السلام تواجه عقبات هائلة رغم دعمها من قبل واشنطن وموسكو اللتين تؤيد كل منهما أحد طرفي الصراع. خلال زيارة لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أكد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن الأزمة السورية معقدة وتظل مشكلة اللاجئين متشابكة مع قضية الأمن. ودعا جراندي المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر لتحقيق السلام في سوريا، محذرا من استمرار أزمة اللاجئين طالما لم تجد الأزمة السورية حلا. في زيارته الأولى لمخيم الزعتري للاجئين السوريين والمنطقة منذ توليه المسؤولية مطلع العام الحالي، أكد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن الأزمة السورية معقدة جدا وتظل مشكلة اللاجئين متشابكة مع قضية الأمن، معربا عن تفهمه لمخاوف الأردن الأمنية. تبقى قضية اللاجئين متشابكة مع قضية الأمن وعلينا التأقلم مع هذا، وقد أبلغنا الأردنيين أنه بمجرد أن تتم معالجة مخاوفهم الأمنية وبمجرد أن يتم التدقيق في أمر هؤلاء الأشخاص بصورة سليمة ويتم التأكد ألا خطر منهم، يجب أن يدخلوا بسرعة إلى المملكة. كانت عمان أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد اللاجئين السوريين العالقين قرب الحدود ارتفع من بضع مئات قبل 3 أشهر إلى 16,000، داعية المنظمات الإنسانية الدولية إلى تقديم الدعم لهم. جراندي الذي تجول في مخيم الزعتري والتقى عددا من عائلات اللاجئين دعا المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر لتحقيق السلام في سوريا. وخلال زيارة جراندي للمخيم عبر عدد من اللاجئين السوريين عن معاناتهم ونقص الإمدادات الغذائية والمساعدات. يعني والله الأمور تمام، بس في المواد الغذائية اللي عم تجي على الفيزا كارد، يعني احنا عندي 8 أشخاص عم يجينا 160 دينار تقريبا عم يكفونا لعشرين الشهر، العشرة أيام الباقيين يعني عم نضطر نشتغل أو نتدين مشان نكفي باقي المصروف الشهر. ما بيأدوش واجب العالم، يعني أنا لا عندي زلمة ولا عندي حدا، ما بعطوناش أي شيء، يعني مثل صوبية ما فيش، مثل فرشات ما عطونيش، مثل ايات اشي ما عطونيش، ويعني انا هالبنت وعلى هالفيزي منين بدي اجيب يعني. ومنذ اندلاع الأزمة السورية يستضيف الأردن على أرضية قبل 5 سنوات ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري. بدأ اللاجئون في النرويج إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرار ترحيلهم إلى روسيا بعد أن رفضت السلطات النرويجية منحهم حق اللجوء. وأكد اللاجئون المضربون المقيمون في مخيم شمال النرويج أنهم لا يعرفون سبب الرفض للجوء أو لماذا سيرحلوا إلى روسيا على وجه التحديد، مشددين على استيائهم من تعامل السلطات معهم. كانت الشرطة النرويجية نقلت نحو 70 لاجئا في الأيام الماضية من عدة مراكز للاجئين في مختلف أنحاء البلاد إلى مقاطعة فينمارك تمهيدا لإبعادهم من البلاد. قتل 20 شخصا من عناصر ميليشيات الحوثيين وصالح في قصف طائرات دول التحالف العربي بقيادة السعودية في مواقع في جبل هيلان وصرواح غرب محافظة مأرب في وسط البلاد. كما شنت الطائرات لمواقع تابعة حملات ضربات لمواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في العاصمة اليمنية صنعاء، وفي غضون ذلك لقي 4 مدنيين يمنيين مصرعهم وأصيب 13 آخرون في قصف من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح للمناطق السكنية بمدينة تعز المحاصرة جنوب غرب البلاد. من جهة أخرى سيطرت المقاومة الشعبية على المدخل الجنوبي لمدينة دمت في محافظة الضالع بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثية وقوات صالح.
يجتمع وزراء دفاع دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غدا الأربعاء في باريس لبحث كيفية تكثيف حملته العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، والذي لا يزال يحتفظ بقوة رادع كبيرة وقدرة على الجذب لا يستهان بها. في غضون ذلك، قصفت طائرات دول التحالف الدولي مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة السامراء جنوب العاصمة العراقية بغداد. وقال وزير الدفاع العراقي إن الغارات أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وسيارة مفخخة كانت مجهزة للتفجير. اتفقت القوى الصينية العراقية خلال اجتماعها مع رئيس البرلمان سليم الجبوري على مقاطعة جلستي البرلمان والحكومة المقررة اليوم، احتجاجا على انتهاكات الميليشيات الشيعية بحق المدنيين في مدينة ديالا. وبحثت القوى السياسية السنية رفع مطالبتها للمؤسسات الدولية للتحقيق في تلك الانتهاكات التي أسفرت عن مقتل حوالي 100 مدني من المدينة خلال تفجير نحو 10 مساجد سنية في منطقة المقضدية خلال الأيام الماضية. وتعاني المنطقة التي يسكنها أكثر من 200 ألف نسمة من حصار خانق اليوم السادس على التوالي من قبل الميليشيات المسلحة الشيعية. ونختتم هذه النشرة بأهم العناوين. مجلس النواب يواصل اليوم جلساته للتصويت على 30 قرار بقانون صدرت في غياب البرلمان. الرئيس الصيني يغادر بكين في مستهل جولة بالشرق الأوسط يزور خلالها مصر والسعودية وإيران. سمير جعجع يعلن ترشيح ميشيل عون للانتخابات الرئاسية في لبنان. نهاية النشرة. إلى اللقاء.